السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني المتوسط لمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا بكم في الدرس الثاني في الفصل الثاني لمادة الرياضيات، الدرس بعنوان تقدير الجذور التربيعية. أخذنا في الدرس الأول الجذور التربيعية وعرفنا إن احنا بنقدر نجيب الجذور التربيعية للأعداد المربعة، يعني نقدر نجيب الجذر التربيعي للعدد واحد، نقدر نجيب الجذر التربيعي للعدد أربعة، نقدر نجيب الجذر التربيعي للعدد تسعة، نقدر نجيب الجذر التربيعي للعدد 16 وهكذا، والعدد 25 وهكذا. طيب يا أستاذ، في أعداد تنحصر بين الأعداد اللي أنا قلتها دي، هل نقدر نجيب لها الجذور التربيعية؟ وده هو ده مفهوم درس اليوم. لا، ما بنقدرش نجيب الجذر التربيعي وليكن للعدد 2 او للعدد 3 او للعدد 6 او للعدد 7، ولكن درس اليوم بنعمل لها عمليه تقدير. بنعمل لها عمليه ايه يا اولاد؟ تقدير. والتقدير ده بيكون لاقرب عدد صحيح، لاقرب عدد صحيح. بص معايا كده في الجدول اللي قدام حضرتك، ها عندي الاعداد 1 2 3 4 5 6، عندي مثلا وليكن لحد 130. بيقول لي عين الاعداد المربعه من بين الاعداد التاليه. طيب الاعداد المربعه اللي بين الاعداد التاليه هي الاعداد اللي بنقدر نجيب لها الجذر التربيعي، زي العدد 1 هو ناتج ضرب 1 في 1، زي العدد 4 هو ناتج ضرب 2 في 2، زي العدد 9 هو ناتج ضرب 3 في 3، زي العدد 16 هو ناتج ضرب 4 في 4، وكمان يا اولاد العدد 25 هو ناتج ضرب 5 في 5، وكمان في العدد 36 ناتج ضرب 6 في 6، وعندي كمان 49 ناتج ضرب 7 في 7، وعندي 64 ها 8 في 8 ها، وعندي كمان يا اولاد 81 9 في 9، وعندي كمان 110 في 10 وهكذا. طبعا في واحد طالب تاني يقول لي في 121 موجود، وفي فيما بعد 144 وهكذا. طيب وجدنا في النشاط السابق ان الاعداد المربعه هي الاعداد اللي انا قلتها لك 1 4 9 16 25 36 49 وهكذا. طيب دي الاعداد يا اولاد اللي نقدر نجيب لها الجذور التربيعية. تقدر طبعا تكمل اعداد لحد 500 زي 144 169 زي الاعداد اللي معروضه عندك على الشاشه. كل يبص معايا، جميع الاعداد اللي فوق دي يا اولاد اللي باللون الاحمر دي جماعه لها جذور تربيعيه. طب هل الاعداد غير المربعه لها جذور تربيعيه؟ طبعا يا اولاد لها جذور تربيعيه، بس ايه؟ تقديريه او تقريبيه. تقريبية يعني ايه؟ ان انا مقدم الجذر التربيعي للعدد غير المربع الى اقرب عدد كلي مربع، الى اقرب عدد كلي ايه؟ مربع. طيب تعال نشوف، بنظل المربعات الشكل المقابل لتحصل على العدد 16، اهو عندي 4 في 4 16. ظل المربعات الشكل المقابل لتحصل على العدد 9، ظللنا يا اولاد 3 في 3. طيب ظل المربعات الشكل المقابل لتحصل على عدد 14. تعالوا نشوف كده يا اولاد، هل ينفع نظلل ينفع دي العدد؟ لا. يبقى احنا لازم نقدر. ده مفهوم درس اليوم بقى، باللي احسب كل من جذر 16 جذر 9 جذر 14. جذر 16 خدناها الحصه اللي فاتت او الدرس اللي فات 4، جذر 9 3. طب جذر 14 بقى يا اولاد، جذر 14 ده جذر ينحنى بين مين ومين؟ يقع بين جذر 9 وجذر 16. طب يا ترى ال 14 اقرب لل 9 ولا اقرب لل 16؟ هي اقرب لل 16، فهنعتبر ان جذر 14 هي تقريبا ايه؟ جذر 16، فيطلع يا اولاد تقريبا الناتج 4، وهو ده مفهوم درس اليوم، هو مفهوم درس اليوم. طيب بيقول لي لتقدير جذر تربيعي لعدد غير مربع نتبع الاتي. نحصل العدد الموجود، القاعده بقى يا اولاد تحت الجذر بين اقرب عددين مربعين، نعين العدد الاقرب له، نحسب جذر العدد المربع الاقرب. طبعا هنفهم الكلام ده من خلال مثال. جذر 14 لاقرب عدد كلي.
جذر 14 يا اولاد يقع بين جذر 9 وجذر 16. ليه يا اولاد؟ لان ال 14 ايه الاعداد المربعه اللي عندي؟ عندي 1 وعندي 4 وبالترتيب 1 4 9 ها 16 25. طب لو 14 يقع بين مين ومين؟ بين جذر 9 وجذر 16. طب هو اقرب للتسعة ولا لل 16؟ لل 16 زي ما انت شايف يا اولاد. ال 14 يقع بين مين؟ فين الاعداد المربعه اللي هنا؟ التسعة وال 16. طب هو اقرب للتسعة ولا لل 16؟ لل 16. فنقدر نقول جذر 14 تقريبا جذر 16. يبقى كام يا اولاد؟ 4. يبقى جذر 16 اللي هو 4. اي افضل تبديل لجذر 14 هو 4. طيب المثال اللي بعد كده تحقق من فهمه. قدر لاقرب عدد كلي. جذر 35 ها بديهيا كده يا اولاد جذر 35 يقع بين جذر 25 وجذر 36. طيب يا ترى 35 اقرب الى 36 ولا اقرب الى 25؟ اقرب الى 36. فيعامل معامله جذر 36 فيكون تقريبا 6 زي ما انت شايف قدامك. 35 يقع بين 25 و36. طب اقرب الى مين يا اولاد؟ الى ال 36. فيعامل معامله جذر 36 فيكون جذر 36 اللي هو 6. جذر 44.8. طيب الفصله العشريه هنا يا اولاد 8 من 10، ما دام اكبر من الخمسه فممكن نقول تقريبا جذر 45. طب جذر 45 ها يقع بين مين ومين يا اولاد؟ بين جذر 36 وجذر 49. طب يعامل معامل جذر 36 ولا جذر 49؟ جذر 49. طب جذر 49 اللي هي كام يا اولاد؟ اللي هي 7 في 7 في 49، يبقى جذر 49 اللي هي 7. زي ما انت شايف في الحل قدامك. تحقق من فهمك. جذر 170. طلعنا بقى للاعداد اللي اكبر من 100. طيب احنا عارفين ان جذر 110، جذر 121 11، جذر 144 12، جذر 169 13. طيب جذر 170 يقع بين جذر 169 وجذر كام يا اولاد؟ ها كل يفكر معايا 196. طب 170 اقرب طبعا ده جذر 13 وده جذرها كام؟ 14. طب يا ترى يا ولاد 170 قريب لل 169 ولا ال 196 ولا ال 196؟ لا اقرب الى 169 فيعامل معامله جذر 169. يبقى جذر 170 اقرب الى 169 فيعتبر جذر 169 اللي هو 13. يبقى تقدير جذر 170 اللي هو كام يا ولاد؟ 13. يبقى يطلع الناتج زي ما قدامك، جذر 169 اقرب الى جذر 170 اقرب الى جذر 169 اللي هو 13. يبقى افضل تقدير لجذر 170 هو 13. المثال اللي بعد كده بيقول لي بقى يا اولاد عباره، بيقول لي تشير العباره الجذر التربيعي لسين تربيع زائد سين تربيع لطول قطر مربع طول ضلع س. استخدم ذلك في تقدير طول القطر حديقة مربعة الشكل إلى أقرب متر إذا كان طول ضلعها 14 متر. بص معايا للرسمة أهو يا أولاد، حديقة أهو عندي حديقة أهي يا أولاد، ده مربعة الشكل ده 14 وده 14. عايز إيه يا أولاد؟ ده العبارة اللي بتجيب منها إيه يا أولاد؟ خلالها بتجيب منها إيه؟ طول القطر. واللي جذر ها س تربيع زائد س تربيع ب 14 تربيع زائد 14 تربيع ها كام يا اولاد؟ 196 196 392. طيب عايز اجيب جذر 392. طيب 392 ده يا اولاد جذر يقع بين 361 و 400. طب هو اقرب الى 361 ولا اقرب الى 400؟ هو اقرب الى 400. يبقى تقريبا يطلع جذر 400 كام يا اولاد؟ 20. يبقى طول القطر تقريبا 20 متر. يبقى افضل تقدير لجذر 392 هو 20 متر.
بعد كده نشوف مسائل من تأكد قدر إلى أقرب عدد كلي. يلا يا أولاد الموضوع بسيط خالص، جذر 28 ها يقع بين إيه يا أولاد؟ ها أنت لو حفظت الأعداد المربعة تلاقي الدرس سهل خالص، يقع بين إيه؟ ها جذر 25 وجذر 36. طب 28 أقرب إلى 25 ولا أقرب إلى 36؟ أقرب إلى 25. طب جذر 25 كم يا أولاد؟ 5 زي ما الحل قدامك. المثال اللي بعده جذر 60، جذر 60 يقع بين إيه يا أولاد؟ بين جذر 49 وجذر 64. طيب ال 60 أقرب إلى 49 ولا أقرب إلى 64؟ أقرب إلى 64. طب جذر ال 64 كام؟ 8. جيت منين؟ لأن 8 في 8 ب 64، يبقى جذر 60 يقع بين 49 و 64 فهو أقرب إلى 64، فيعامل معاملة جذر 64 فتطلع الإجابة تقريبا 8، يبقى أفضل تقدير لجذر 60 هو 8. المثال اللي بعده جذر 38 و 7 من 10، يعني تقريبا جذر 39 أقرب إلى إيه؟ بين جذر 36 وجذر 49. طب أقرب إلى جذر 36 اللي هي كام يا أولاد؟ 6. اللي بعده يتأرجح بندول الساعة الذي طوله لام سنتيمتر إلى الخلف وإلى الأمام. جايب لي يا أولاد 375 ها كسر على جذر لام مرة كل دقيقة، كم مرة يتأرجح بندول طوله 40 سم في كل دقيقة؟ بص معايا ل 375 على جذر لام. طيب بص معايا كده يا أولاد، كل بص معايا، لما يكون لام دي طوله كام؟ 40. ركز معايا، الطول كام يا أولاد؟ 40. طب أنا عايز أعرف جذر 40، هو أنا عندي في الرياضيات أقدر أجيب جذر 40؟ لا، بس بقدرها إلى أقرب عدد كلي. طب ال 40 قريبة من إيه يا أولاد؟ من 36 ولا من 49؟ من 36، فهي هنعتبر إنها هنعملها معاملة جذر 36 اللي هي كام يا أولاد؟ 6، يبقى 375 ها نقسمها على 6 يطلع الإجابة تقريبا 62.5. يبقى عدد المرات تقريبا يا أولاد 62.5. طبعا ما دام أي عدد 5 فما أكثر نقول على 5 كلمة فتعمل عملية تقدير تخليها كام؟ 63. تدرب وحل المسائل. يلا يا أولاد بسرعة ها، قدر جذر 44. يلا بمجرد النظر يا أولاد 44 بين جذر إيه؟ 36 و49. طب هي أقرب إلى جذر 49 فتطلع الإجابة 7 زي ما معروض قدامك. المثال اللي بعده 15.6. 15.6 ده يا أولاد جذر يقع بين جذر 9 وجذر 16. طيب 15.6 أقرب إلى جذر 9 ولا 16؟ أقرب إلى جذر 16، فيعامل معاملة جذر 16 أهو يا أولاد تقع بين 9 و 16. طيب 15.6 أقرب إلى 16 منه إلى 9 فتطلع جذر 16 4، يبقى أفضل تقدير ب 15.6 تحت الجذر هو 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.